ان شاء الله غادي ندير الكوريكسيون ديال ليكزامان 2010 اخر تمرين فيه اللي هو ليتود دو لا فونكسيون دونك ليتود دو لا فونكسيون ديال هاد ليكزامان فيه دو بارتي بارتي نيميرو 1 اللي فيها جي دو اكس يعني لا فونكسيون اوكسيليير وعندنا لا بارتي 2 اللي فيها لا فونكسيون برينسيبال اللي هي اف دو اكس بالنسبه لا بارتي نيميرو 1 عطاونا جي دو اكس كتساوي ليا 1 زائد 4 اكس اكسبونسيال دي 2 اكس مجموعة التعريف اللي عطاوها هي R ديجا لا بروميير كيسيون اللي طالبين منا قالك مونتخي كو كيلكو سوا اكس ابارتينو ا R جي بريم دو اكس كتساوي هاد المسألة صافي مزيان نجيو هنا باش نحسبو جي بريم دو اكس يعني الدالة المشتقة غنجيو هنا نكتبو اون ا جي لي ديريفابل سور R عاد نجيو هنا نكتبو كيلكو سوا x appartenant à R يعني جي قابلة للشقاء باش اللي كيقرب عربيته هو يحاول يستوعب معنا الجمل كيلكو سوا x appartenant à R عندنا جي بريم دو اكس انتيغال اللي هي 1 بلس 4x اكسبونونسيال ديال 2x الكل بريم المشتقة ديال واحد غير زيرو بطبيعة الحال بقات لينا هاد المسألة هادي هي 4 فاكتور دو اكس فليكسبو ديال 2x الكل بريم المشتقة ديال واحد هي زيرو بقات لينا المشتقة ديال هادي المشتقة ديال هادي بحال بان لينا هنايا واحد العدد ها هو عدد في واحد الدالة الفا فوا اف بريم راه هي الفا فوا اف بريم يلا طبقنا غير عدد خرجنا على برا عاد غنشوفو هادي اللي هي اف فوا جي لو تو بريم اللي هي اف بريم فوا جي بلس اف فوا جي بريم دونك هنا كاينين جوج القواعد نجيو هنايا غتبقى عندي 4 على برا هي المشتقة ديال اكس هي اكس بريم في ليكسبونونسيال ديال 2 اكس بلس اكس فاكتور ليكسبونونسيال ديال 2 اكس بريم مزيان هنا تعطينا 4 المشتقة ديال اكس هي 1 بقات ليا ليكسبونونسيال ديال 2 اكس بلس المشتقة ديال ليكسبو ديال 2 اكس نجيو هنايا l'expo ديال 2x بريم اللي هي 2x بريم في l'expo ديال 2x اللي هي 2 l'expo ديال 2x صافي مزيان انا غير درت هنايا باش اللي باقي ما ضابطش المشتقة ديال ليكسبونسيال دونك هنا المشتقة ديال 2x هي قلنا هي 2 ها هي 2 في هاد x هادي ها هي في ليكسبونسيال ديال 2x صافي مزيان ونسدو القوس ديالنا كيبان العامل المشترك هنا هو ليكسبونسيال ديال 2x ها هو عامل مشترك نخرجو على برا غتولي 4 ليكسبو ديال 2x من حيت ليكسبو ديال 2x بقى هنايا بقى بواحد بلوس حيت ليكسبو ديال 2x بقات لي شحال بقات لي 2x شوفوا دابا الكتابة هادي ها هي اخر كتابة واش هي 4 ها هي ليكسبو ديال 2x ها هي يعني الضربة الرتبة اللي كانت هنا كي كانت هنا مفيش مشكل 2x بلوس 1 هي 2x بلوس 1 صافي واحد صافي وتجينا تكتب دونك quel que soit x appartenant à R, لقينا بأن g prime de x est égal 4 facteur de 2x plus 1 في l'exponentiel de 2x ولا نخليو على هذا الشكل هذا ما كاين حتى شي اشكال دونك هذه لا رياكسيون ديال السؤال رقم 1 دابا ندوزو لا كيسيون نيميرو 2 alors pour la question numéro 2 قالوا لي montrer que la fonction g croissance sur cet intervalle moins 1 demi jusqu'à plus infini et décroissance sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 demi. Il y a nous avons la variation de la fonction g. Bien. Donc, là, déjà, on a g prime de x, la fraction là, il y a 4, l'expo de 2x, facteur de 2x plus 1. هذه لا فونكسيون جي بريم يعني خصنا ندرسو الاشاره ديال جي بريم دو اكس باش يمكن لي نعرف دالو واش جزائري ولا تناقصي انا كنت قلت لكم يمكن ديرها بالتقطيع كيف وريتكم حيت عارفين لي زانترفال ديجا داكا ويمكن لك انك تستعمل طابلو دو سيني ومن بعد طابلو دو سيني تقول لي الجمل حيت ما طلبش منك هنا لو طابلو دو فارياسيون واضح الا درتي يقدر يتحسب حنا ما كنقولوش هذه مساله اي ولكن من الافضل سير على قد داك السؤال اللي عاطينكم الا طلب منك لو طابلو دو فارياسيون عطيه لو طابلو دو فارياسيون ما عطاش ماشي بالضروره يعني ما يعني ماشي اوبليجي انك دير صافي نجيو هنا يعني غادي نكتبو لو سيني
حنا نديرو الطريقه عاوتاني حنا اخرى واحد الاكزامان درنا طريقه نديرو طريقه اخرى ديال غير اكسيون لو سيني دو جي بريم دو اكس ديبون دو بيان اي سيلوي دو اي سيلوي دو 2x بلس 1 هي اشاره جوج اكس زائد واحد علاش كار 4 اكسبونسييل دي 2x سوبيريور ستريكتمون ا زيرو ديما الاكسبون موجب قطعا و 4 موجب قطعا دونك هذا متاكدين منه ما عندناش مشكل عطينا الاشاره غير ديال جوج اكس زائد واحد يعني هنايا كنشدو جوج اكس زائد واحد كنرجعو المعادله يعني كنكتبو ليهم اون ريزو كوا ليكواسيون هاد ليكواسيون هادي اللي عطينا 2x ايكال موان 1 هنا x ايكال موان 1 ديمي مزيان هذا هو الحل صافي غادي تجي غادي دير واحد لو طابلو دو سيني ماشي طابلو دو فارياسيون غادي هنا دير x غادير هنايا جي بريم دو x هنا عندك موان انفيني بلس انفيني حيت الدومين هو ار وعندك الحل موان زان ديمي ها هو كاين عاد ملي هنايا هادي معادلة الدرجة الأولى يعني هنا إشارة أو ناقص إشارة على سين دو أن لو بوزي دو سين دو أن داكوغ فعطينا هنا بلوس فعطينا هنا موان يعني لقيت جي بريم دو إكس من موان لفين جوسكا موان زان ديمي نيجاتيف سيتادير كو لا فونكسيون جي إي ديكخواسون في هاد الانترفال هادشي اللي باغينا هي ديكخواسون في هاد الانترفال ولقينا بوزيتيف دونك كخواسون في هاد الانترفال هذا اللي باغينا صافي مزيان تقدر جينا تقول لي دابخي أنا كنعطيك غير الكتابة هي المهمة دابخي le tableau de signes on a quoi on a quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 demi on a g prime de x négatif c'est à dire que g donc g est décroissante croissance sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 demi. Quel que soit x appartenant à l'intervalle mais moins 1 demi jusqu'à plus l'infini, g' de x supérieur strictement à 0. Donc, g est croissante sur l'intervalle moins 1 demi jusqu'à plus l'infini. Elle vient la rédaction des sources. Elle est maintenant sur le tableau de variation. Je parle de signe, donc je vais insérer l'échelle. Ça fait bien. Ou tu as le signe originaire, avec les intervalles, que tu as fait par année, je vais te dire que x sera. كبرمنا قص واحد على جوج هنايا كتبقى تأطر كتأطر هذا باش تبين واش موجب ولا سالب صافي هذا اصلا راه موجب وتأطر هذا وكنت كتبين بان تزايدي واش ناقصي من الافضل راه هو التأطير غير انا بدلت لا ميثود هنايا حيت الاغلبية ديال التلامذة كيبقاو يديروا طابلو دو سين وماشي خطأ دير هكا ولكن وما طلبش منك طابلو فارياسيون باش دير ممكن انك تدرس دو سين بهذه الطريقة هذه حيت ديجا قريناها في الطرون كومان وقريناها في بروميي باك صافي هذه هي لاكسيون ديال لا كيسيون نيميرو 2 نمشيو لا كيسيون نيميرو 3 صافي Alors, pour la question numéro 3, faire A ou B, faire A, près de moi A, nous lui avons montré que G de moins 1 demi, G de moins 1 demi, rien, je vais le combien, est égal à 1 moins 2 sur E. Alors, nous lui avons vérifié que G de moins 1 demi est supérieur strictement à 0. Mais le mouchki dirait que c'est un risque, tu as vu que je t'ai dit, il y a un risque, il y a un mouchki dirait la vérification. كلي كيمشي كيشد كالكولاتريس كيعوض هاد جي ديال موانز ان ديمي هنايا لقى هو هاد المسألة هادي وهادي كيحسبها كالكولاتريس كيقول لك بويسكو هادي كتسال سال سال شي حاجة ولا كدا راه موجبة صافي راه هذا موجب لا مبغاوش هاد المسألة مبغاوش هاد الطريقة هادي على هما ما عارفينش كالكولاتريس غاتحسب بها هما باغيين شي طريقة كيفاش تتعامل مع هاد الكتابة هادي هذا هو الهدف ديال الغيداكسيون ركزوا معايا نجيو هنا أول حاجة أون عندنا ديجا جي دو إكس égale 1 plus 4x l'expo des 2x. Ça fait, d'abord, on va aller la fonction g, on va de moins 1 demi. Donc, g de moins 1 demi est égal à 1 plus 4 fois moins 1 demi, d'accord, l'exponentielle de 2 fois moins 1 demi. Voilà. Donc, g, on a, c'est 1. Après, il y a 4 moins 2, parce qu'il y a 2 moins 1, il y a moins 2. مشات ليا 2 مع 2 بقات ليا ليكسبونسي ديال موان 1 مزيان هي 1 موان
2 fois l'expo ديال المنظرة هي واحد على الاكسبو صافي، دونك تولي هي واحد، جوج في واحد هي جوج على الاكسبونسييل، يعني على او ماشي الاكسبونسييل، حيت لو نومبر ني بيان، يعني او كتساوي تقريبا جوج فاصلة 73. صافي مزيان، نجيو دابا السؤال اللي يلا خرجنا المسألة هذه ديال الديمونستراسيون، درنا على الديمونستراسيون ديالنا شوية، قالوا لي بالنسبة للفيريفيكاسيون، هاي فيريفيكاسيون اش هو في الفيريفيكاسيون؟ بغاو بأن جي ديال موان زان دومي سوبيريور ستريكتمون أ زيرو، ركزوا معايا مزيان، أون سي كو كنعرفوا بأن العدد لو نومبر دي بريان قلنا شحال كيساوي 0.73، يعني راه اكبر، ركزوا معايا مزيان، كبر من ناش كبر من جوج، صافي متعرف كان على المسألة، عقل على الطريقة اللي كنوريكم دابا، تقدر تعاود امتحان وطني اخر، قلنا اه راه كبر من جوج حيت شحال كيساوي مزيان، علاش باش نأطروها خاصك تأطر باش تبين موجب ماشي بكالكولاتريس، صافي دونك هنا او كبر من جوج، دابا غندير المقلوب اللي هي 1 سور او، اللي درتي المقلوب كيتقلب الرمز، راه هي صغر من واحد على جوج، متعافقين، هنا غادي نضربو عاوتاني في 2، إلا ضربتي في 2 غيتقلب الرمز لا واحد، ضربنا في عدد موجب، يعني 2 سور او صغر من جوج على جوج، شحال جوج على جوج هي واحد، صافي مكاينش مشكل، هنا دابا إلا ديتي هذا لهاد الطرف، شوف هنا كاين صغر، ديتي هذا لهاد الطرف، تولي واحد ناقص جوج على او، غتبقى أكبر من صغر، سينا ضرب في الموان، كمل تعطير، منين ضربو في الموان هي جوج على ناقص جوج على او، هذا الرمز هذا غيتقلب غيولي كبر من ناقص واحد، متعرفين، دابا غنزيدو هاد الوحدات، زيد واحد هنا تولي واحد ناقص جوج على او، صافي مزيان، وزيد واحد هنا تيكون زيرو، يعني كبر من ناش من زيرو، حنا بينا بأن واحد ناقص جوج على او كبر من زيرو اللي هي هادي، صافي تجي هنا تكتب ليه، دونك جي دو موان زان دومي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، هادي هي الطريقة ديال غيراكسيون ديال السؤال 3، صافي مزيان، يمكن لينا دابا ندوزو آخر كيسيون اللي هي 3 بي. Alors, بالنسبه لا كيسيون 3 بي قالوا لي مونتري كو كيل كو سوا اكس ابارتنون ا ار جي دي اكس سوبيريور ستريكتمون ا زيرو باش نبين جي دي اكس اكبر خطا من صفر كاين اللي كيمشي كيكتب قيمه دنيا قيمه قصوى ماشي خطا داكشي قرينا في بريمير باك فعلا ما كاينش ولكن تعرف دير غيداكسيون ولكن غيداكسيون اللي هي افيكاس اللي عاطينا في الاطار المرجعي دير هذه المساله هذه صافي مزيان راه اخرى قلت لكم ماشي خطا غير كنبدل لك كنوريكم لا غيداكسيون اللي ممكن انك تخدم بهم في الامتحان يعني ما ديرش شي حاجه من راسك دونك هنا شنو لقينا ديجا لقينا لا فونكسيون كروسونت و ديكروسونت ها وحده وعرفنا الانترفال اللي فيه كروسونت و الانترفال اللي فيه ديكروسونت هاي سور الانترفال الاولاني موان لانفيني جوسكا موان زان دومي عقلتو عليه هذا الانترفال الاول ونمشيو عاوتاني الانترفال الثاني سور الانترفال من موان زان دومي جوسكا بلوس لانفيني هذا الانترفال الثاني هنا في هذا الانترفال اكس الا كان كيتعمل هذا المجال كتعني بان اكس يعني راه صغر من او يساوي ناقص واحد على جوج هاي المسألة الاولى وهنا اكس راه اكبر من او يساوي ناقص واحد على جوج مزيان دونك الا دخلت هنا جي وهنا جي يعني بحال كندير ليماج ديال الانترفال صافي مزيان الا درتي هنا جي دو اكس وهنا درتي جي اول حاجة كتشوف لا فونكسيون كروسونت ولا ديكروسونت جي لقينا في المجال اي ديكروسونت ديكروسونت ملي عندنا ديكروسونت في هذا الانترفال دونك الرمز هذا خصو يتبدل غتولي عندي جي دو اكس داكا كبر من جي ديال موان زان دومي صافي مزيان والجي ديال موان زان دومي راه يلا حسبناه راه نكتبو هنايا افيك باش تبان ليكم مزيان عفوا نجيو هنايا افيك جي دو موان زان دومي لقينا ديجا سوبيريور ستريكتمون ا زيرو صافي واحد جينا نكتب دونك اشنو عندنا كيلكو سوا اكس ابارتنون لانترفال موان لانفيني موان زان دومي جي دو اكس سوبيريور ستريكتمون ا زيرو هادي واحد نجيو هنا لقينا هنا جي اي كروسونت كروسونت سور لانترفال يعني في هاد لانترفال هاد ملي كروسون دونك الترتيب يبقى هو هو غندخلو جي هنايا وندخلو جي هنا ولكن الرمز ما يتقلب ما والو غتولي جي دو موان زان دومي افيك طبيعة الحال
جي دو موان زاد دومي خرجنا قبل لقينا اكبر خطا من الصفر وبالتالي نجيو نكتبو دونك كيلك سوا اكس ابارتنون لانترفال موان زاد دومي بلس انفيني عندنا جي دو اكس سوبيريور ستريكتمون ان صفر شنو لاحظنا هنا يعني الاولى ها هي والثانيه ها هي بجوج لقينا اكبر خطا من الصفر تقدر تجي هنا وتكتب par conséquent rien par conséquent quel que soit x appartenant à R quand même là la g de x est supérieure strictement à 0 ça fait bien avec chaque chose on a un g de moins 1 demi par exemple on peut dire la méthode là on peut dire que le jumeau de l valeur minimale valeur maximale d'accord mais le افضل كان عندكم ريلاكسيون حيت الشخص تولف عليه حتى مورا البكالوريا راه تبقى تعمل غير باش يفتح طاير صافي ما يقبلوش اصلا ديال فالور ماكس وفالور مينيم هنا في الاطار في المرجع ديال الامتحان الوطني كنحاولوا كنديروا بزاف ديال يعني بزاف ديال الريلاكسيون باش نشوف الانواع ديال الريلاكسيون اللي عندنا باش التلميذ هو ياخذ نقطه وهو مرتاح صافي حيت اغلبيه ديال التلاميذ كيبقاو يسولوني على الريلاكسيون انا كنوريك الحالات اللي ممكن تكتشف فيهم هاد الريلاكسيون هادي هنا سالينا لا بارتي نيميرو 1 ديال لا فونكسيون اوكسيليير دابا يمكن لينا ندوزو لا بارتي 2 اللي فيها لا فونكسيون برينسيبال alors pour la partie numéro 2 on considère la fonction f de x est égale à la delta f de x اللي هي جوج x ناقص واحد في ليكسبونسيال دي 2 x بلس x بلس 1 السؤال الاول اللي طالبين منا قالوا لي نحسبوا لا ليميت في البلس انفيني ديال اف دو اكس ولا ليميت في موان انفيني ديال اف دو اكس عطاونا كتساوي موان انفيني وهادي قلنا نحسبوها هادي غنديرو لا ديمونستراسيون نجيو هنا اون لا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني دو اف دو اكس ات ايكال لا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال اش ديال دو اكس موان زان في ليكسبو ديال دو اكس بلس اكس بلس ان دابا نحسبو شويه l'expo de 2x là il y a l'expo de x fois l'expo de x ou l'expo de x c'est plus infini ou plus infini c'est plus infini ou 2x plus infini c'est plus infini plus l'infini va voir plus infini c'est plus infini donc voilà je cherche ou x est déjà en va plus infini et là je dis plus infini c'est déjà plus infini ça veut dire plus infini c'est déjà là je prends plus infini là je m'ouvre à changer que c'est plus infini donc je cherche les lèches dans le cas limite quand x tend vers alors dire à faire comme blown بلون مغاير ركزوا معايا كا لا ليميت كون اكس تون فيغ بلس انفيني ديال ليكسبو دو اكس بوحدها هي بلس انفيني لا ليميت في بلس انفيني ديال دوز اكس موان زان حتى هي عطاتنا بلس انفيني و ليكسبو في ليكسبو هي بلس انفيني و ليميت كون اكس تون فيغ بلس انفيني ديال اكس بلس ان حتى هي عطاتنا بلس انفيني هادي بلس انفيني و هادي بلس انفيني و هادي بلس انفيني دونك كاملين عطاوني بلس انفيني مزيان نجيو الثانية قال لي مونتخي كو ها هي مونتخون كو لا ليميت كون اكس تون فيغ كون اكس تون فيغ موان لانفيني ديال اف دي شعطاتهم عطاتهم موان لانفيني نجيو هنايا نكتبو اون لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني ديال اف دي اكس اللي هي بطبيعة الحال كتساوي لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني ديال 2x بلس 1 في ليكسبو ديال 2x عاد بلس x بلس 1 نجيو هنا إلا خديتي هادي تعطيك موان لانفيني ولا خديتي هادي تعطيك زيرو زيرو في لانفيني فورم انديتيرميني ولكن هنا قلت لكم في موان لانفيني ديجا لعقلتو كنديرو ديما ديفلوبمون 2x فوا ليكسبونسيال x هي 2x ليكسبو ديال 2x عاد بلس عاوتاني على بعدا بلس ليكسبو ديال 2x عاد بلس x بلس 1 صافي مزيان عندنا هنايا ل x اكسبو دو x x اكسبو دو x كتعطينا في موان لانفيني راه هي زيرو هادي قاعده دونك كتبين لينا هما ديجا كتبين لينا او في ليكسبونسيال دو او ليميت في موان لانفيني كتساوي ليا زيرو هادي عطاونا ساعدونا بها باش يدير شونجمون دو فاريون ديرو هنا بلا ماشي بالضروره صافي حنا حيت عارفين شحال كتساوي حنا نشرحو لهم دابا هادي تعطينا زيرو ليكسبو في موان لانفيني تروح كتعطينا زيرو الله يعاونها هاد اكس هادي طون فيغ موان لانفيني موان لانفيني زدتي على واحد هي موان لانفيني موان لانفيني زدتي على زيرو سي موان لانفيني غتجي هنا تكتب تكتب هادشي كامل كيساوي موان لانفيني ولكن بطبيعة الحال خاصك تشرح لي علاش تقول لي كا لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال دوز اكس اكسبو ديال دوز اكس هادي تعطينا زيرو
على حسب القاعدة هذه، هي لا ليميت كون اكستون فير موان انفيني ديال الاكس بودو اكس بوحدها كتعطينا زيرو، ولا ليميت كون اكستون فير موان انفيني ديال اكس بلس ان عطاتنا موان انفيني. موان انفيني زدتي على زيرو زدتي على عاوتاني زيرو تبقى لي موان انفيني. مزيان الا ما تكتب لي الاكس بود ديال دوز اكس انا صافي راه واحد الاكس بود اكس اللي كان زيرو راه حتى الاكس بود ديال دوز اكس كتساوي زيرو. دونك هادي هي لا جيستيفيكاسيون. حنا خرجنا دو كيستيون، الا شفتو هنايا ليميت في البلس انفيني عطاتني بلس انفيني ما كايناش انتربريتاسيون جيومتريك، والموان انفيني عطاتني موان انفيني كاين ما كايناش انتربريتاسيون جيومتريك، يعني خصنا ضروري نمشيو نحسبوا ليميت في الموان انفيني ولا في البلس انفيني ديال اف دي اكس على اكس. تنشوفوا الاسئله كيفاش دايرين. هادي لا بروميير كيستيون ريداكسيون ديالها. يمكن لينا دابا ندوزو لا كيستيون نيميرو 2. Alors pour la question numéro 2, je vais vous montrer que quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à g de x. Ça veut dire, je vais en déduire que f est croissante sur R. Donc, on a f dérivable sur R. Quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à f'. A f de x, les 2x moins 1, flex pour dire 2x prime, plus x plus 1 prime. Vous voulez quand même la prime, c'est un problème, on va faire un peu de choses, 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 جوج إكس ناقص واحد فليكس بو ديال جوج إكس بريم دالة في دالة بريم هي دالة في بريم، يعني إف و جي بريم هي إف بريم في جي زائد إف جي بريم عاد زائد المشتقة ديال إكس راهي واحد والمشتقة ديال واحد راهي زيرو. الله يعاون هنا المشتقة ديال جوج إكس راهي جوج المشتقة ديال واحد هي زيرو بقات ليا ليكس بو ديال دوز إكس هانيا عاد زائد المشتقة ديال هادي هي جوج عامل جوج إكس ناقص واحد عاد في الاكسبو ديال جوج اكس عاد زائد واحد. ركزوا معايا مزيان، ديما عيننا على لا فونكسيون جي دي اكس. دونك الا بغيت نمشي لهاد المساله هنايا كنحاولوا نركزوا شويه علينا. لا فونكسيون جي دي اكس راه عطينا هي واحد زائد 4 اكس الاكسبو ديال دوز اكس. دونك هاد الواحد غادي يبقى ابا، انا غادي نعملو بواحد ليكسبونسييل ديال دوز اكس غتبقى ليا هنا 2 بلس، ولا عملتي عاوتاني هنا بالاكسبونسيال ديال 2x غيبقى عندنا هاد العجباله اللي هو 2 فاكتور ديال 2x موانز 1 عاد بلس 1 على برا. صافي مزيان، عملنا هنا بالاكسبو ديال 2x بقى 2، عملنا هنا بالاكسبو ديال 2x بقات لينا هادي هي وهاد الواحد على برا هاو. دونك هادي هي الاكسبو ديال 2x، هنا تولي 2 بلس هنا جوج بجوج اكس هي 4x عاد موان 2، هاهي حيت 2 في موانز 1 عاد بلس 1 على برا. مزيان مشات ليا موان 2 مع 2 بقات ليا 4 اكس. 4 اكس فاش في الاكسبونسيال هي 4 اكسبو ديال 2 اكس بلس 1. ولا لاحظتوا هاد الكتابه راه هي اللي كتساوي ليا جي دو اكس. صافي حنا لقينا بان اف برين دو اكس كتساوي ليا جي دو اكس كيف ما بغى يكون اكس من ان. مزيان قالوا ليا اي اون ديدوي كو لا فونكسيون كروسون، واخا نجيو هنايا كوم ديديكسيون باش نبينوها بانها راه كروسونت يعني كاستنتاج. اول حاجه كيل كو سوا اكس ابارتنون ان ار اون اف بريم دو اكس ايغال ا جي دو اكس. من اف بريم دو اكس ايغال ا جي دو اكس دونك اون فا ايتودي لو سين دو اف بريم دو اكس اي سولوي دو كوا دو جي دو اكس. باسكو شوف اون ا دابخي لا كيستيون بريسيدونت quel que soit x appartenant à R, on a trouvé que g de x supérieur strictement à 0. Mais là, quand tu g de x supérieur strictement à 0, évidemment, on va compte f de x à rien, d'où f' de x supérieur strictement à 0, quel que soit x appartenant à R. On dit qu'est-ce qu'on f' de x supérieur strictement à 0, une g de Gaulion. Donc, la fonction f est strictement à rien. Strictement quoi croissante sur R. Mais il y a f prime de x, ça traîne à quelque chose de g de x. Il y a un autre qui est dans l'échelle de f prime de x, ça traîne à quelque chose de g de x. Ou g de x traîne à faire la sabéra, il y a la partie de l'autre qui est un g de x qui va dans 0. Mais il y a des points dans 0, évidemment f prime de x sera dans 0.
ولا كانت اف بريم دو اكس كورون زيرو يعني راه الداله مالها راه تزايد قطعا بلا طابل فارياسيون بلا شي حاجه ما طلبوش مني. دونك يمكن لي دابا ننتقل للسؤال الموالي، ركزوا معايا مزيان. Alors pour la question numéro 3, 3a, vous devez calculer la limite quand x tend vers plus f de f de x est à x et déduire que c de f ou bien c admet une branche parabolique d'une direction oy, yani l'axe des ordonnées. Avec l'interprétation géométrique. Yani le afdal nta fi l'imtihan alwatani fi ma tahseb chi limite ou lqiti l'interprétation géométrique dira. Safi mzyan. Ya imma fi l'brouillard ou ya imma fi l'ourqa tahrir ma kayen chi mushkil. هنا كتبين لي بانك راك فاهم لي برونش انفين. نجيو هنا قلنا لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني دو اف دو اكس سور اكس ات ايغال هي لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني اف دو اكس راه هي ديجا هي 2x موانز 1 في ليكسبو ديال 2x بلس اكس بلس 1 كامل ديفيزي باغ اكس. Donc, on a un peu de temps. Donc, on a la séparation. On a 2x moins 1 flexpo de 2x est égal à x. Plus x est x lié à 1. Plus 1 est x à y. R est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. On a 2x moins 1 sur x. Et on a un peu de temps de 2x plus 1 plus 1 sur x. Et on a un peu de temps de 2x. شنا كاين جوج راه ما كاينش المجموعه انا تقول لي هذه على هذه زائد هذه على هذه راه كاين الضرب يعني هذه على هذه ها هي فهذه اولى هذه على هذه فهذه وحده يعني اللي هو شي بحال بحال ما كاينش مشكل. تقول لي علاش درت هكا شوفوا معايا مزيان بلس لانفيني جوج اكس على اكس راه عطينا هي جوج حيت هادشي اكس مع اكس موا ان سور اكس هادشي في ليكسبو ديال 2 اكس بلس 1 بلس 1 سور اكس انا بسطت جوج اكس على اكس هي جوج ناقص 1 على اكس هي ليكسبو ديال جوج اكس على 1 على 1 على اكس صافي نحسب دابا طونكيل بلس لانفيني 1 على بلس لانفيني زيرو الله يعاونها 1 على بلس لانفيني تاهي هي زيرو جوج ناقص زيرو هي جوج هادي في بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني بجوج هي بلس لانفيني بلس لانفيني زدتي على 1 هي بلس لانفيني حاول نعاود على زوج 1 على بلس لانفيني هي زيرو ليكسبو ديال بلس لانفيني راه عارفين راه في القاعده هي بلس لانفيني 1 على بلس لانفيني زيرو جوج ناقص زيرو هي جوج جوج بلس انفيني سي بلس انفيني بلس انفيني سي على واحد سي بلس انفيني غنجي هنا ونكتب ليهم بلس انفيني هاهي وتقول لي بطبيعة الحال علاش كار لا ليميت كون اكس طون فير بلس انفيني ديال اش ديال ان سور اكس عطاتنا زيرو اي لا ليميت كون اكس طون فير بلس انفيني ديال دو موانز ان سور اكس عطاتنا دو اي لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني ديال ليكسبونسيال ديال 2x راه هي بلس لانفيني مزيان خرجت لينا لانفيني ملي كتكون اف دو اكس على اكس عطاتني بلس لانفيني خاصنا لانتربريتاسيون جيومتريك حنا نكتبوها هنايا عندكم بويسكو ركزو معايا مزيان لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس عطاتنا شحال عطاتنا بلس لانفيني يمكن لينا نقولو بان C ou bien C de f, yani la courbe de la fonction f, admet une branche parabolique de direction OY, par exemple, au voisinage de plus l'infini. Ouais, la branche, elle est par exemple comme tu as le ترسمو ديجا ها هو انت ما كترسمش هنا فرقه تحرير انا غير رسمت باش تفهم فين هما لي برونش كاين بطبيعه الحال ربعه ديال لي برونش حيت طلبوا مني التلاميذ قالوا لي الا ممكن انك تجسد لينا كل يعني كل انتربريتاسيون جيومتريك ها هي هنايا لي برونش بار ديريكسيون او غير كاين هذا كاين هذا كاين هذا كاين هذا صافي مزيان شاكين ربعه انا خدام او فوزيناج دو بلوس اف يعني خدام لهج يعني هذا وهذا راه ما كاينينش واش اللي الفوق ولا اللي تحت ما كاينش هنا بوزيسيون غلاتيف كنشوفو اول ليميت اللي حسبنا ماشي هادي ماشي حيت هادي خرجت بلس انفيني دير هذا الفوق راه خطا كنشوفو الليميت الاولى اللي مش بلس انفيني ديال اف دو اكس شحال خرجت حنا ديجا هذا كيكون الا كانت لا ليميت كون اكس طون فير بلس انفيني ديال اف دو اكس عطاتنا بلس انفيني ماشي اف دو اكس على اكس هاد اف دو اكس على اكس قالت لينا راه عندنا غير برونش بارابوليك دو ريكسيون او واش كنا متفقين يعني هذا ما كاينش
يعني عندنايا شويه حيت بلس 2000 ديجا بي اف دي سبقنا بلس 2000 عقلوا على هاد لانتربريتاسيون جيومتري. يمكن لنا ندوزو دابا لا كيسيون 3 نيميرو بي. alors pour la question 3b promené calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x plus 1. Je vais résoudre ça. Elle dit elle gagne la déduction. On déduit que la droite delta d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote. A c'est le f au voisinage de moins l'infini. Je vais. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini f de x moins x plus 1. Qu'est-ce que c'est où il y a la limite quand x tend vers moins l'infini f de x il y a 2x moins 1 flex po égale 2x plus x plus 1 moins x moins 1. Je vais faire moins x moins x plus 1 moins moins 1. Quand il y a la limite quand x tend vers moins l'infini il y a 2x moins 1 flex po de 2x. Si la situation est avec forme indéterminée, on va se développer en 2x flex po de 2x moins l'expo de 2x. On va dire à la période avec elle, 0. Allez, je vais les comme déjà, car la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x l'expo de 2x est déjà bien 0. Et tu m'as dit ça, je ne vais pas dire la limite quand x tend vers moins l'infini. Del u exponentielle de u, 0. On va essayer de le faire. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de l'expo de x, ça va être 0. Ça va être bien. On va faire 0. On va faire 0. Ça va être 0. Puisque, on va faire bien, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y, yani moins x plus 1 y, c'est au 0. Il y a un client en volo. Donc, c de f admet une asymptote qui veut dire la belle oblique inclinée. Oblique ou inclinée, une asymptote oblique d'équation. Le roi y est égal à x plus 1. Je suis libéré, donc le roi delta de Kerr-Rolit avec elle au voisinage. Au voisinage de quoi? De moins l'infini. Ça fait bien. Pour la somme, tout le monde, autrement, il y a des mots qui sont chers, il y a des mots qui sont chers, ça fait bien. Et bien, deux autres, la question 3C. Alors pour la question 3C, il va déterminer les coordonnées du point de rencontre de delta et de C. Et le point d'intersection est le point de rencontre entre la droite delta et la courbe C ou bien CD. Ça fait, je vais dire, c'est le point de rencontre, c'est-à-dire on doit résoudre, la résolution, on résout l'équation. On résout l'équation, l'IA. F de x est égal à y. C'est ce que je veux dire. Le point d'intersection, on va faire l'équation. On a fait l'abscisse et l'ordonnée. Ça fait f de x, déjà maintenant, l'IA 2x moins 1, flex potentielle des 2x, plus x plus 1 est égal à y. Y est égal à x plus 1. On a déjà avec d'après la question précédente. Allez, tu vois, là, avec. Y égale x plus 1, il y a la droite delta delta. Ça veut dire, je vais lier 1 mal 1, je vais lier x mal x, je vais lier 2x moins 1, flex po de 2x est égal à 0. C'est-à-dire que 2x moins 1 est égal à 0, ou bien l'expo de 2x est égal à 0. On a impossible. Allège impossible, car l'expo de 2x supérieur strictement à 0. On a quand il x est égal à quoi? Est égal à 1 demi. Bien, c'est bien, n'est-ce pas? L'abscisse. Ça fait bien. On a l'ordonnée. Donc, il y a l'ordonnée. Donc, on a l'image.
يخدم la fonction f l'image ديال ان ديمي. نمشيو ونحسبوا هذه المساله هذه. الا حسبناها بالكالكولاتريس عطينا هي 3 ديمي. بغيتو تاكدوا منها هي هنايا ان ديمي فوا 2 2 مع 2 بقات 1 1 موان 0 0 في هذه كامله ضيعوا مشات 0. هاد الاكس غنعوضها بان ديمي ان ديمي بلس 1 سي 3 ديمي هاي. دونك يمكن لك تقول هنايا دونك لا دروات دلتا كوب داكا كوب لا كوب دو لا فونكسيون اف اون بوان او بيان او بوان. هذا هو لو بوان دو كونتاكت اللي كنهضروا عليه او بوان. تسمي ولا ما تسميش ما عندناش مشكل. من الافضل خليها هكا. الافصول ديالو اللي هو ان ديمي والارتور ديالو اللي هو 3 ديمي. يعني راه المستقيم غادي يقطع ليا المنحنى في هذه النقطه هذه بالضبط. الافصول ديالها 1 على 2 والارتور ديالها 3 على 2. ولكن في نفس السؤال طلبوا مني قالوا لي ديدوير كو لا كوف دو لا فونكسيون اف سو تروف او دوسو دو لا دوات دلتا في واحد الانترفال اي او دوسو في واحد الانترفال. صافي مزيان. يعني هنا كندوي على لا بوزيسيون غلاتيف. ها هي هنايا هما اللي طلبوا مني في التمرين. دونك غنجيو هنايا لا بوزيسيون غلاتيف. هاد لا بوزيسيون غلاتيف حنا ديجا حلينا المعادله. ها هي اف دي اكس ايكغال اي. يعني يمكن لينا نديرو ان طابلو. ها هو ركزوا معايا مزيان. ان طابلو دو سيني نجيو هنا هاد اكس ها اف دو اكس موان اي. وهنا موان انفيني هنا بلس انفيني كينعدم ليا في ان دومي. ها هي ان دومي انا غادي نعطينا بلس وهنا موان. دونك عندنا هنا اف دو اكس موان اي هنا نيجاتيف فين من موان انفيني جوسكا ان دومي. دونك جينا واش نقدر نكتب كيلك سوا x appartenant à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1/2. Ça fait bien. Achnon l'qayna. L'qayna b'anna. On a trouvé que f de x moins y inférieur à y inférieur ou égal à 0. L'qayna le point du contact. Ça fait bien. Yani, je peux faire un f 1/2. Je peux faire un dire ou égal. On dire strictement. Yani, je peux faire un dire. L'qayna déjà le souhait. L'qayna déjà. لقينا ديجا وداخل ان دومي دخلنا هنا نخرجو. صافي مزيان. ملي لقيتي هكا غادي تقول بان سي سو تخوف او بيان سيتيي ها هو سو تخوف او دو او دوسو دو لا دروات دلتا ديكواسيون ايغريك ايكال اكس بلس 1. مزيان. ونجيو هنايا quel que soit x appartenant à l'intervalle 1/2 jusqu'à plus l'infini, on a trouvé que f de x moins y aïa supérieur strictement à 0, qui sera le 1/2. Donc, le groupe NSC de f se trouve fin au-dessus de la droite delta d'équation y est égale à x, x plus 1. صافي مزيان. دونك هنا درنا لا بوزيسيون لاتيف على ريداكسيون ديال لا كيسيون 3 سي. دونك كاين دابا ندوز لا كيسيون سويفونت. الوغ بور لا كيسيون 4 ا قالوا لي مونتري كو y ايكغال x ليكواسيون دو لا تانجون تي او بوان دابسيس 0. يعني باين ان المعادله y كتساوي x هي معادله المماس اللي سميتو تي يعني لا تانجون في النقطه د الفصول 0. دونك هنايا خاص تكون ديجا حافظ العلاقة هادي. ها هي ليكواسيون دو لا تانجون خاص تكون عارفها اللي هي y تساوي ليا f بريم دو a فاكتور دو x موان a بلس f دو a. مزيان. فين هي a كيكونو عاطينا هنا في التمرين راه هي زيرو هو لابسيس هادي اللي عاطينا. دونك هنا ممكن نجيو تكتب هي y ايكال f بريم دو زيرو فاكتور دو x موان زيرو بلس f دو زيرو. صافي مزيان. وتجي هنا تكتب ليهم افيك اف بريم دو زيرو نجيو نكتبو هنايا عفاكم دونك اف بريم ديال زيرو وهنا اف دو زيرو. اف بريم ديال زيرو راه هي جي دو زيرو حيت اف بريم دو اكس هي جي دو اكس. و جي ديال زيرو الا مشيتي للدالة وعوضتي غادي تعطينا 1.
ولا جيتي اف دو زار تعوض هنايا هنا 0 فوا 2 سي 0 تبقى لي موانزا ليكسبو ديال 0 راه هي 1 1 في موانزا سي موانزا موانزا تمشي مع الان هذا و هاد اكس غتعوض بزار تبقى 0 دونك اف دو 0 ايكال 0 اف ديال 0 كتساوي 0 اف برين ديال 0 راه هي 1 صافي مزيان دونك باش تكون عندي اي اف برين ديال 0 هي قلنا كتساوي ليا 1 بلا ما نكتبوها فاكتور دو كوا نكتبوها هي 1 فاكتور دو اكس موان 0 اف ديال 0 عطاتنا 0 دونك y x moins 1 c'est x, x fois 1 c'est x, c'est-à-dire l'équation de y est égal à quoi x, ça fait bien. Benesba, la question suivante. Donc, il y a la question B, montrer que la courbe C admet un point d'inflexion d'abscisse moins un demi. Ou bien, il y a l'ordonnée là, elle n'est pas demandée. Il y a une barriche orthobarouale au centre. Il y a une même qui met un point d'inflexion. غادي تشوف فين كتنعدم اف سكوند تشوف غير الانعدام ديالها يعني ما قالوش لك هنا تقول لهم كونكاف كونفيكس وبيناتهم الشباب لا واش راه ما قالوش لك ايتيدي لا كونكافيتي ويا لا كونفيكسيتي ما قالوش غير هاد الهضره هادي صافي مزيان يعني ما شغلناش المساله حنا اللي شغلنا دابا هو واش المنحنى كيقبل نقطه انعطاف ولا لا دونك باش خرج هاد السؤال ها الريداكسيون ديالو اول حاجه كنكتبو اون اف بريم est dérivable sur R. Rappelez-vous, quel que soit x appartenant à R, f prime de x, alors le qu'il y a g de x. Ça fait bien. Donc là, vous voyez, chaque fois, f prime, en chaque fois, on retient, donc il y a une double prime. Yani f seconde de x est égal à g prime de x. Ou g prime de x, donc on va dire que g de x, c'est le cas. On va dire que la dérivée g de x, la dérivée de la, c'est 1 plus 4x, l'expo de 2x, c'est quand même la prime. Ça fait bien. On a déjà fait déjà g prime de x. On a déjà fait ça, il y a 4 facteurs. 2x plus 1 flexpo de 2x. C'est déjà le qu'ina. Le bon chou fait qu'il y a un n. On résout l'équation. On a déjà dans la cabine. On résout l'équation f seconde de x est égal à 0. On chou fait qu'il y a un n. On joue le n. On joue le n. On joue le n. F seconde, il y a 4 exponentielle de 2x facteur 2x plus 1 est égal à 0. Il y a 4 expo de 2x est égal à 0 ou bien 2x plus 1 est égal à 0. Il y a même qu'un car il y a impossible que l'expo de 2x supérieur strictement à 0 et 4 supérieur strictement à 0. Il y a quand même là, ailleurs, supérieur strictement à 0. Donc, il y a 0. Alors, il y a 2x est égal à moins 1, il y a x est égal à moins 1 demi. هاد الاكس هذا هو اللي باغينها هو هنايا طلبوا مني هذا هو الاكس اللي طالب منا دونك فعلا المنحنى كيقبل ليا واحد النقطه انعطاف نجي نكتبوا عليهم هنايا شوف ليهم دونك سي دو اف او بيان سي ادمي ان بوان دانفليكسيون هكا دانفليكسيون دابسيس l'abscisse moins un demi. C'est-à-dire la question les barines mais le même inchallah les nos os la question suivante les watabel hal traçage de la courbe de la fonction f et la tangente et delta alors c'est moi qui ai dit le couig alors tu peux mais donc pour la question numéro 5 il y a une idée de traçage ou le hajab tabel hal qui donne les informations complètes باش نكلينا نصوبو هذا الرسم ديالنا ما نخطوش حتى شي حاجه. اول معلومه لقينا الدومين ديفينيسيون لقينا هي ار يعني كلي رسم الموالفين حتى بليسافين هذه المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه لقينا بان المنحنى كيقبل لنا واحد الفرع على الجانب يعني ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون او ييك او فوازيناج دو بلس انفين ولقينا واحد لاسامبتوت اوبليك اللي هو ليكواسيون ديال دلتا ييك تيكال اكس بلس ان او فوازيناج دو موالفين ولقينا ان بوان دو رونكونتر يعني لو بوان دانترسيكسيون ما بين دلتا و سي. Le 1 demi, 3 demi. On a une position relative.
واش او دوسيو لا او دوسو دو دلتا دونك على حسب يعني لا كوب ما بينه وما بين دلتا لقينا عاوتاني ان بوان دانفليكسيون ولكن عطاونا غير لابسيس ديالو اللي هو موان زاد دومي ولقينا لا طونجون تي ديكواسيون ايغريك ايغال اكس اش طالب منا في الرسم بغاو نرسمو تي ونرسمو دلتا عاد نرسمو لا كوب نبداو بلا دغوات تي هي الاول هاي لا طونجون لا طونجون فاش من بوان دابسيس زيرو ولوردوني ديالها زيرو يعني غادي يكون تما هذيك هي نقطة التماس دونك نجي هنايا هنا عندنا 0 ولا عاودتي هنا بواحد تعطيك هنا واحد يعني 1 هاي في هذا لو بوان كزو معايا مزيان هذا هو اللي كان نهضر عليه هذا هو لا طونجون تي ديكواسيون اكس ايتيغال اي او بيان اي ايتيغال اكس سا مزيان فين لا طونجون بالضبط في هذا لو بوان هذا هذا لو بوان اللي هو 0 0 يعني يا اما لا فونكسيون غادي تجي بحال هكذا يا اما غادي يجي بحال هكذا حنا دابا ما عرفناش شنو واقع دونك هنا في هاد لابارتي هادي بالضبط فين عندي لو بوان طونجونسييل ركزوا معايا عافاكم نجيو حنا رسمنا لا دووات تي اللي طلب مني لا دووات دلتا دلتا ها المعادلة ديالو اللي هي ايكغي ايتيغرا اكس بلس ان حتى هي غنحاولو نديروها بلون مغاير عطاونا اكس الى عاودتي بزيرو تعطيك هي واحد الى عاودتي بزيرو تعطيك هي ان ها المستقيم ها هو النقطة الأولى ولا عاودتي واحد تعطيك جوج دونك ان غتعطيك ان هاي تعطيك دو هنا ان وهنا دو داكا دونك المستقيم غادي يجيني لهاد الجهة هاهو هادو هو لا دغوات دلتا كزو معايا مزيان عافاكم ليكواسيون ايكغيك ايتيغال اكس بلس ان هذا كيتسمى لي اسامبتوت اوبليك يعني اسامبتوت اوبليك او فوزيناج دو كوا فوزيناج اسامبت اوبليك فوزيناج دو موان انفين يعني فين فوزيناج دو موان انفين لهاد الجي يعني هنا الا بغيتي ما ترسموش ما كيهمناش دونك يا اما غادي نرسم في هاد لابارتي هادي يا اما غادي نرسم في هاد لابارتي هادي صافي مزيان ركزوا معايا فيكم دونك الا جينا لهنايا وبغينا نوصلو هاد لو بوان مكاينش يجي هنا يعني كاين تقارب قالوا لي بان لاكو خاصو يقطع ليا دلتا فين في لو بوان ان دومي تروا دومي فين هي ان دومي ها ان دومي هذا هو دو دلتا ماشي تي ها ان دومي ها 3 دومي 3 دومي 1.5 هذه هي 3 دومي وهنا ان دومي يعني خصو يقطع في هذا لو بوان هذا بالضبط هنا يعني كيفاش غادي يجي هذا حتى هنا يقطع محور الافاصيل ويرجع يعني هاد لابارتي راه ما كايناش هكا دونك غادي يجي المنحنى بحال هكذا لقينا لا فونكسيون ديجا ركزوا معايا مزيان يعني غادي يجي بحال هكذا لا فونكسيون وغادي يجي عندي هنا واحد لا طونجون غادي يقيسو هنا باش يكون عندي تقارب في هذه المساله هذه ولقينا واحد البرونش بارابوليك هاد البرونش هذا لقيناه هنايا عقلتو عليه لقينا في هاد لاباشي هنايا صافي مزيان يلاه شوف كيفاش غادي يدير المنحنى غيجي من هنايا هذا اسامبتوت وهنا علاش درنا بحال هكذا يعني كاينه لا كونكافيتي اي لا كونفيكسيتي قلنا لو بوان دافليكسيون في موان زان دومي موان زان دومي كاينه لهاد الجهه هاي داكا دونك هاي فعلا هنا فين وقع ليا هذاك لو شونجمون من الكونكاف الكونفكس و بيان من الكونفكس الكونكاف صافي مزيان دونك هذا هو لو شونجمون اللي وقع لي انا عقلوا عافاكم هاد موازان دومي عاد المنحنى جاي وغادي يقطع هاد لا دغوا حيت قالوا لي كيتقاطعوا في ان دومي تروا دومي خصو يقطعوا هنايا عاد يمكن ليه يمشي صافي مزيان هذا هو لا كوب دو لا فونكسيون اف لاحظوا معايا هنايا لا فونكسيون كروسون كاين كاع لي كروسون ها هي جايت هنايا كاين ان بوان دافليكسيون شويه وتقاطع ليه مع هاد لا دغوات ومشى هذا هو سيت يعني الا بغيتي ترسم هذا ضروري خاصك تجرب هاد المعلومات كاملين يمكنش تجي شي واحد يبدا يديرو كيف ما بغا يعني الا بغيتي توصل فعلا هاد الرسم هذا كوريكت وما تخاف منه حتى شي حاجه ضروري خاصك تجرب معلومه بمعلومه عاد يمكن لك ترسم هذاك الشيء اش كنقول لكم كل ليميت عندك لا انتربريتاسيون جيومتريك ديالها حاول ترسم تحتها باش يمكن تحصل على هاد الرسم هذا دابا يمكن لينا ندوزو لا كيسيون نيميرو 6 Alors, on espère la question 6. Adna A ou B. On a gagné l'intégration par partie, montré que l'intégrale de 0 jusqu'à 1,5 de 2x moins 1 fois l'exponentielle de 2x fois 2x est égal à 1 moins E sur 2. Donc, c'est quoi l'intégrale? C'est quoi l'intégrale? On a l'intégrale de 0 jusqu'à 1,5 de 2x moins 1 fois l'exponentielle de 2x fois 2x. هاد الانتغرال بغينا نحسبو اول حاجه كنقلبو على او و في بريم الانتغراسيون يعني لا فونكسيون بريميتيف و لا فونكسيون ديريفي صافي مزيان
نجيو هنايا شحال ناخذو؟ بطبيعة الحال عندنا هذيك لا ميثود اللي قلت لكم، يعني ماشي ميثود وانما مهم واحد لا تكنيك اللي هي البيسك ماكا. دونك حنا كنخدمو غير بالالين والبولينوم، يعني البولينوم سبق من الاكسبونسيال. البولينا غنسبقها هي الاولى اللي هي 2 اكس موان زان، وهنا غنديرو الاكسبونسيال ديال 2 اكس. المشتقة ديال واحد هي زيرو، المشتقة ديال 2 اكس سي 2 هاهي. وهنا الاصلية ديال الاكسبونسيال ديال 2 اكس راه هي ليكسبو ديال 2 اكس سور 2. خصكم تعرفو هاد المسألة، أنا غنحاول تتبع هنايا باش تعقلو عليها. يعني إلا بغيتي ليكسبونسيال ديال ا اكس بغيتي البريميتيف ديالها هي ليكسبو ديال ا اكس سور ا، كنقسمو على هاد العددين صافي مزيان. دونك إلا بغينا نجيو هنا نحسبو غتعطينا بحال هكدا لانتيغرال من زيرو جوسكا ان دومي ديال 2 اكس موان زان فوا ليكسبو ديال 2 اكس فوا 2 اكس تيكال هذا هذا اللي هي ليكسبو ديال 2 اكس سور 2 هادشي فاكتور ديال 2 اكس موان زان. ها هكدا هادي اصلية مناش من زيرو جوسكا ان دومي، عاد موا لانتيغرال من زيرو جوسكا ان دومي ديال اش ديال هاد المسألة هادي الجداء ديال هادو هي 2 فوا ليكسبو ديال 2 اكس فوا 2، مشات 2 مع 2 هاد ليكسبو ديال 2 اكس فوا 2 اكس. ونجيو هنايا تعطينا ليكسبو ديال 2 اكس سور 2 فاكتور ديال 2 اكس موان 1 من 0 جوسكا 1 دومي موان الاصلية ديال ليكسبو ديال 2 اكس يلا قلناها هي ليكسبو ديال 2 اكس سور 2 مناش من 0 جوسكا 1 دومي. اش قالينا دابا؟ قالينا غير التعويض، نعوضو بشوية علينا. إلا عوضتي هنا ب 1 دومي ركزو معايا مزيان، عوضنا هاد الإكس هذا ب 1 دومي غتمشي 2 مع 2 غتبقى ليكسبو، يعني غتبقى أو على شحال؟ على جوج. اش قالينا؟ أو سور 2. ولا عاودتي هنا ب 1 دومي ركزوا معايا مزيان غتعطينا 2 مشات مع 2 بقات 1 موان زان شحال هي 0. دونك هادشي كامل الاولاني مشى 0، دونك نحيدو هادي ونكتبو هنا عطاتنا 0 مزيان. عاد موان نعاودو دابا ب 0 ليكسبو ديال 0 كتعطينا هي 1، 1 على شحال؟ 1 على جوج، 1 على جوج عامل لا ياش. إلا عاودتي هنا ب 0 تبقى موان زان، يعني فاش هذا كامل في موان زان صافي. هذا الاول ناقص، عاوتاني نعوضو هنايا ليكسبو ديال ان دومي ان دو تشي جمع جوج تبقى او او سور كوا سور دو موان، ولا عاودتي بزاف ليكسبو لي زاوية واحد يعني موان زان دومي. بقى الحساب هنايا موان زان دومي في موان زان سي ان دومي، هاهي موان او سور دو موان مع دو موان هادي بلوس ان دومي. ان دومي لا ستي على ان دومي شحال تعطينا؟ تعطينا هي واحد، واحد ناقص او على جوج. اجي نقارنو دابا ان موان او سور دو ان موان او سور دو، يعني هادي لا كيسيون لي باغي ندوزو لا ديرنيير كيسيون في لو بروبليم لي عندنا. دونك بور لا ديرنيير كيسيون في لو بروبليم، يعني في ليكزام كامل قالو لي مونتخي كو لير دو لا بارتي ديليميتي او بيان يعني لا بارتي اشوري انتر لا كور دو لا فونكسيون سي اي تي لا droite تي اي لي دو droite d'équation x égale à 0 x égale à 1 demi شحال بغاوها؟ هي 6 موان 2 e سنتيمتر كاري مزيان. نجيو هنايا دونك ا دو دلتا يعني نحسبو لا دو لا بارتي اشور اللي هي لا بارتي ديليميتي كنا دابا بين سي و تي اللي هي لانتيغرال من 0 ل 1 دومي، راه عطاونا من 0 جوسكا 1 دومي ركزو معايا مزيان ديال اش ديال لا فالور ابسولو دو اف دو اكس موان تي. عندنا ديجا ايكغيك ديالو، هاي عندنا ديجا تي ديكواسيون ايكغيك ديكغيك اكس، هادي معطيه في التمرين قبل في دي دو اكس في لينيتي دو لار، والوحدة حتى هي مساعدين لنا عطاونا ديجا الوحدة عطاونا هكا لا نورم دو اي عطاونا راه هي كتساوي ليا جوج سنتيمتر، اي لا نورم دو جي هي كتساوي ليا دو سنتيمتر. يعني هاد لينيتي لينيتي دو لار كتساوي ليا هي دو فوا دو اللي هي 4 سنتيمتر كار. حنا دابا لينيتي حيدنا المشكل ديالنا، بقينا دابا هاد البروبليم. نجيو هنا اف دو اكس ديجا عندنا لانتيغرال من زيرو جوسكا ان دومي اف دو اكس ايتيغال دو اكس موان زان، هاهي 2 اكس موان زان في ليكسبونونسيال ديال 2 اكس بلوس اكس بلوس 1 عاد موان ايكغيك، ايكغيك هي اكس دونك موان اكس هادشي كامل لا فالور ابسولو عاد فوا دي دو اكس عاد فوا لينيتي دو لار صافي مزيان. دونك نجيو هنايا اش عطينا لانتيغرال من 0 جوسكا 1 دومي
مشات ليا هذه اكس مع هذا موان اكس هذه غتبقى ليا هنا 2 اكس موان 1 ليكسبونونسيال ديال 2 اكس بلس 1 صافي واضح هنا لا فالور ابسولو فوا 2 دو اكس فوا لونيتي دو لار واحد المساله يعني هنايا بغينا نعرفوا هذا الشيء واش بوزيتيف ولا نيجاتيف كاين اللي كيمشي وكيدرس الاشاره ديال هذيك ديال الطرف هذا كيخلط غادي يلقى ان بروبليم هنا كاين واحد لا ميثود الجبريك اللي هي كتشد هاد الداله اللي كنشقوها وكنحاولوا ندرسوا الاشاره ديالها وكنشوف واش كخواسون ولا ديك خواسون وعاد كنرجعوا بال يعني بالريسيبروكمون يعني كنمشيو للمسألة ديال فالور مين ولا فالور ماكس عادي يمكن لك تعرف هاد الدالة هادي واش موجبة ولا سالبة عادي يمكن لك تحيد لا فالور ابسولو حنا مكاينش نديرو هادشي كامل بشحال وطني بزاف خصوصا في لا كيستيون باش مديش ليه الوقت بزاف وهاد الامتحان اللي شحال فيه من تمرين فيه 4 تمارين راسو عاد دالة يعني شوف شحال ديال الوقت يعني طويل شوية ولكن المهم كاينين دي ميثود بالنسبة ل اف دو اكس موان اكس يعني بحال بوزيسيون غولاتيف ولكن ما بين اش واش ما بين لا طونجون بي ولا كو ماشي لا دغوات دلتا باش ماشي هذيك ماشي هذيك لا بوزيسيون غولاتيف اللي كنا درنا ديال اف دو اكس موان ايغريك ايغريك راه اكس زائد واحد راه اكس ايغال ايغريك ايغال اكس صافي مزيان دونك هنا كنلاحظوا من خلال المنحنى ها هي اون رومارك هنا كديرها غير اون رومارك كو سي situé bien se trouve au-dessus qu'une fork au-dessus de t sur quel intervalle fait l'intervalle 0 à 1 demi ça fait bien يعني لاحظنا من خلال المنحنى خصك تكون رسمتي مزيان سينو غادي دير ديك لا ميثود اللي قلت لك يعني اللي ما عرفش الرسم ما رسموش يعني غادي يلقى ان بروبليم هنا يعني شنو البروبليم خصو قلنا لكم يمشي هذه ويدير لها مشقه وكذا المهم يعني شي سؤال يسولني في ميساج ونشرح ليه باش ما نضيعش الوقت حيت دارت لنا الوقت بزاف الداله نجيو هنايا دونك هادشي ديجا بوزيتيف يعني غادي نقول بان اف دو اكس موان ايغريك باش دير بوزيتيف صافي مزيان حيدو دابا لا فالور ابسولو غتولي عندي لانتيغرال من زيرو جوسكا ان دومي ديال دوز اكس موان زان في ليكسبونونسيال ديال دوز اكس بلس 1 حنا حيدنا دابا لا فالور ابسولو فوا دي دو اكس فوا لونيتي دو لار اللي كتساوي ليا لانتيغرال من زيرو جوسكا ان دومي ديال دوز اكس موان زان في ليكسبو ديال دوز اكس فوا دي دو اكس بلس لانتيغرال من زيرو جوسكا ان دومي ديال واحد فوا دي دو اكس هادشي كامل فوا لونيتي دو لار قسمنا غير هادو درنا الواحد بوحدو درنا هادي بوحدها علاش درنا هادي بوحدها حيت خرجنا في السؤال اللي قبل في الانتيغرال درنا هادي يلاه درنا بالانتيغراسيون باغ بارتي عطانا هو 1 موان او سور دو الى عقلت 1 موان او سور دو هي هادي 1 موان او سور دو هادي بوحدها حسبناها بلوس الداله الاصليه ديال واحد راه هي الاكس مناش من زيرو جوسكا ان دومي فوا لونيتي دو لار اللي غتعطينا 1 موان او سور دو بلوس هنايا تعطينا ان دومي موان زيرو صافي الله يعاونها عاد فوا لونيتي دو لار طلع عندنا هي 4 سنتيمتر هادشي كامل في 4 سنتيمتر كاري دابا يمكن لينا نحسبو غتعطينا هنا ان دومي الى وحدنا المقام هادشي كامل غتعطينا مقام واحد هو 2 هنا غادي تعطينا 2 موان او بلس 1 شي كامل فوا 4 سنتيمتر كاري ركزوا معايا مزيان مشات ليا 4 مع 2 قالت لي واحد 2 هنايا وهنا 2 بلس 2 غنحسبوها بعدا 2 بلس 2 شحال تعطينا تعطينا 3 موان او سور 2 شي كامل فوا 4 سنتيمتر كاري هادشي لينا 4 قلنا اختزلو مع 2 بقى لينا 2 2 في 3 هي 6 و 2 في هاد ناقص او هي ناقص 2 او سنتيمتر كاري اجي نقارنو 6 موان 2 او سنتيمتر كاري 6 موان 2 او سنتيمتر كاري هنا سالينا ليكزامان خدا لينا شوية الوقت ما تستهنوش بالدلع عفاكم ان شاء الله في الحصص المقبله غادي نحاول نبقى نخدم غير لي فونكسيون حيت سولوني تلامذة طلبوني قالوا لي استاذ وليت تخدم على غير لي فونكسيون كاين ان بروبليم يلا السلام عليكم الى كان شي سؤال في الكومنتير الله يسهل